أما هلأ مشاهدينا حننتقل لفقرة، حنحاول من خلال فقرتنا لليوم أنه نجاوب على أي استفسار تربوي قانوني بخص المعلمين الإداريين والوكلاء والطلاب، كل شيء بيتعلق بالشؤون الإدارية القانونية ضمن وزارة التربية. بدنا نرحب بالأستاذ محمد المحمود، وحضرتك مدير الشؤون القانونية في وزارة التربية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم مشاهدين الكرام. يا هلا. شكرا لإخبارية سورية على إتاحة الفرصة. يسعد صباحك أستاذ. صراحة اليوم كثير من الأسئلة وكثير من الاستفسارات يلي وردتنا سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى حملونا إياها رسالة لحضرتك، فخلينا نبدأ. ما أكثر، 5 سؤال بس. أهلا وسهلا. هو قطاعنا قطاع ضخم ومسؤولية كبيرة، وإن شاء الله أكيد. ليش دائما بقطاع وزارة التربية عم بيضل في شغل شاغل، يعني الحديث أنه دائما في ثغرات في تأخير؟ لا، هو القطاع الأكبر والأهم، لذلك دائما لما بيكتر المسؤولية وبتكتر الأعباء يكون شغل الشاغل، أما الأخطاء قليلة جدا ما في. خلينا نبدأ أستاذ من تربية الحسكة، وأولى الاستفسارات أنه عدد من المعلمين لصالح تربية الحسكة لم يتمكنوا من الحصول على طبيعة العمل المستحقة بموجب مرسوم تشريعي، بالرغم من أن ممارستهم للأعمال التدريسية داخل القاعة الصفية، وذلك بسبب تعيينهم على شواغر إدارية بعقود تشغيل الشباب 2012 مناشدين المعنيين لإيجاد حلول قانونية لمشكلاتهم. يعني حضرتكم، خلينا نحكي عن هاي النقطة بالبداية. بداية المرسوم كان مكرمة للمعلم داخل الصف، وكان غاية منه هدفين: أولا تكريم للمعلم داخل الصف، ثانيا الحد من التوجه نحو الأعمال الإدارية، وقد نجح في الجانبين. نعم. بالنسبة للسؤال للمعينين على وظائف إدارية، اتخذ القرار في وزارة التربية وسيتم تعيينه تعميمه خلال الأسبوع القادم. كل من داخل الصف سيأخذ هذه المكرومة. نعم. مكرومة سيد الوطن 40%، وبسعي حثيث من السيد وزير التربية استطعنا إيصالها للمعلم داخل الصف، وهي تحفيزية للمعلم داخل الصف. أما الإداريين فتبقى 10%. إن شاء الله. هلأ نحن عم يعني الأمانة عم نطرح الأسئلة مثل ما أجتنا اليوم على السوشيال ميديا. معنا كمان حدا عم يوجه لك سؤال، عم يقول في نحن الوكلاء المثبتين أخبرونا بالتربية أنه ب15 شهر حيتم صرف تعويضات لعيلون عن دورهم بتثبيت الوكلاء، بس هنن لهلا ما قدروا ياخذوا ولا ليره وصاروا بالشهر الجديد، علما انه في بمحافظات ثانيه اخذوا وتوجهوا للمحاسبين الصراف، فكان الجواب انه ما اجاهم اي قرار بهذا الخصوص انه يصرف لهم. لا، بالتاكيد هو مجرد انصرفت في مناطق اخرى، القرار موجود. هناك امور اجرائيه قد تكون تطبيقية. تاخرت لايام قليله تختص بالمحاسبه وليس بالعمل القانوني، وهم سيحصلون عليها بشكل أكيد. هذا التأخير أستاذ ممكن نشهده بشكل دائم أو مشكلة ممكن تنحل؟ لا، بالتأكيد أمور إجرائية فقط، روتينية، روتين في بعض مديريات التربية. بالنسبة كمان لطبيعة العمل، وردنا سؤال أنه إمتى ستصدر التعليمات التنفيذية لطبيعة العمل يلي عم تشتغلوا عليها طبعا بوزارة التربية حاليا، ولمن ستكون طبيعة العمل؟ حقيقة مثل ما تكلمنا، طبيعة العمل ستكون للمعلمين داخل الصف. ما طلعت تعليمات تنفيذية، كون المرسوم صدر لم يحدد إصدار تعليمات تنفيذية. سيصدر بلاغ بالمستحقين لإزالة التباين في بعض المناطق، في بعض الفقرات. كل من يعمل داخل الصف سيحصل على طبيعة العمل. نعم. العقود المثبتون الوكلاء، العقود اليوم الوكلاء المثبتون الوكلاء لا أكيد. كمان في كمان سؤال توجه لحضرتك، عم بيقولوا في انه وزارة التربية كونه هي دائما عندها نقص وبتدعي لمسابقات، ليه ما بيتم تعيين الموظفين المؤقتين ضمن الوزارة؟ هلا موضوع العقود مختلفة عن الوظائف، يعني ما فينا نسبتهم في مسابقة، بتقدم للمسابقة اليوم المسابقة المركزية بتقصد حضرتك؟ طبعا المسابقة المركزية، قديما كانت مسابقات لوزارة التربية، حاليا
وزارة التنمية الإدارية هي تبنت الموضوع عن كل الوزارات. يعني اليوم أي حدا متواجد ضمن الوزارة ومتعاقد بيقدر يقدم للمسابقة المركزية؟ بالتأكيد. أصدرنا بلاغ سمحنا بموجبه لكل العاملين في وزارة التربية بالتقدم إلى الجهة التي يرغبون بها. سؤال دائما عم نسمعه رشا، انه هل هناك نية لرفع اجور الساعات وبالوقت نفسه بالنسبة لطبيعة العمل للمستخدمين؟ في سؤال انه ليش عم بتكون قليلة؟ خلينا نجاوب عن هذول السؤالين لو سمحت. هذا الامر يحتاج الى تشريع. رفع ساعات العمل يحتاج الى وقت. نحن السنة الماضية يمكن صار رفع لاجور الساعة. تعرفي امر يحتاج ل يعني أكثر من جهة. نحن مع وزارة المالية ومع وزارة التربية حاولنا الحصول في العام الماضي على أكبر عدد، على أكبر مكاسب ممكنة للمعلمين من خلال طبيعة العمل ومن خلال زيادة الأجور. أجور الساعات قد يكون في المستقبل زيادة، لكن بحاجة لتشريع. وبالنسبة للمستخدمين هناك قانون يتقاضون على أساسه تعويضاتهم حسب القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي يختار له جميع العاملين. وهون ما فينا نقول في إمكانية. أخذنا ميزة للمعلمين داخل الصف، والعاملين بالسلك التربوي كمان 10% زادت، كان 7% صارت 10%. ميزة للمعلمين. يعني فينا نقول في دراسة فعلية اليوم لرفع أجور الساعات إذا نحدد هذا الموضوع، لأنه كتير عم يجينا أنه ليش نحن أجورنا قليلة، نحن بحاجة لرفع أجور الساعات، نحن عم نداوم أوقات مثل المثبتين. دائما هذا السؤال أنه ليش. تقريبا حلينا الموضوع عن طريق الوكالة الاختصاصية. أنا كنت بدي أسألك عنه فخلاص صار عندك. الوكالة الاختصاصية حاليا سمحنا ل الخريجين والذين لم يتخرجوا حتى في المناطق التي بحاجة لمعلمين. ريف حلب، ريف دمشق، سمحنا بتقديم الوكالة الاختصاصية. الوكالة الاختصاصية سيأخذ راتب الفئة التي ينتمي إليها أو فئة شهادته. حد الأدنى للأجور، يعني مثل كأنه موظف نظامي. فحلت مشكلة الساعات بهي الموضوع، حليناها انه راح ياخذ راتب. مثلا هو سنه ثاني جامعه راح ياخذ راتب البكالوريا. تمام. المعين بكالوريا. في حال كان خريج بياخذ الفئه الاولى. في حال كان خريج راح ياخذ راتب الفئه الاولى، راتب اجر بدء التعيين للفئه الاولى. نعم. هلا هون في حدا عم يسالنا، وحضرتك اكيد كمان جاوبته من بس كرمال نضوي على سؤاله، عم يسال انه دائما طبيعه العمل للمستخدمين عم تكون قليله. نحن هاي القصه فئه اولى، فئه ثانيه مرتبطه بالفئات، يعني اللي توظفوا بصفة مستخدمين إنه أجورهم عم تكون كتير قليلة، فما بنعرف. نحن عم نطرح السؤال مثل ما إجانا. أمر الأجور، أمر الأجور دائما بحاجة لتشريع. يعني هو مرتبط بالدولة ككل، بالفريق الحكومي كاملا. إحنا ما فينا نزيد أجور العاملين في وزارة التربية لحاله، أمر مرتبط في السياسة العامة للدولة وبالفريق الحكومي بشكل كامل. بالنسبة أيضا لذوي الإعاقة، عم يسألوا أنه أكثر من سنة عم ينتظروا تعيينهم في المديريات اللي تقدموا بطلب إلى، وين وصلت الآلية القانونية بتعيين ذوي الإعاقة برحاب وزارة التربية؟ سمح القانون بتعيين 4% من الملاك العددي للجهة العامة. 4% يتم تعيينهم حسب تسلسل الدور في أو تسجيلهم للطلبات في كل مديرية على حدة. نعم. فنسبة 4% تعين بشكل مباشر دون مسابقة. نحن بوزارة التربية عملنا شيء استباقي أو شيء كان حلو، هو ترخيص مدارس لذوي الإعاقة، ونسعى لزيادة هذه النسبة لتتناسب مع خريجين هذه المدارس. نعم. لنؤمن لهم فرص عمل. طبعا هذا مشروع مستقبلي، مشروع المدرسة أصبح واقعا. أما قبول نسبة أكبر من المعاقين فهو أمر نسعى إليه.
هو أمر كتير مهم كمان، هن فئة من فئات المجتمع اليوم، وفي قسم كتير كبير حاصل على شهادات إذا بدنا نقول بأتم الاستعداد للتقديم سواء بوزارة التربية أو باقي الوزارات، فنحن كتير مهم نضوي على هذا الموضوع. بالتأكيد قانون الأساسي العام في الدولة سمح لنا نوظف 4%، وهذه النسبة يتم توظيفها بشكل دائم 4%، نسعى لأن تكون أكثر لزيادة النسبة إن شاء الله. طبعاً. خلينا نحكي شوي عن قانون 38، كان في نية يعني شوي يكون في مرونة أكثر، يصير في شوية تغييرات. طبعاً هذا القانون بخص تثبيت الوكلاء. اليوم بدنا نسأل عن الفنون الجميلة، عم يسألوا أنه هنو اليوم ليه مستبعدين من المسابقة؟ ما قدروا، ما هنو مشمولين أنه اليوم هنو يدخلوا المسابقة المركزية ويقدموا عليها وكلاء التجارة والفنون. طبعاً صار في شيء تعديل بهذا القانون. السؤال الأهم دائما نحن عم نتقيد أنه اليوم نحن عندنا قانون، عندنا تشريع إلى آخره، ولكن عم تتغير متطلبات الحياة، عم يتغير كل شيء. يعني ليه نحن ما بيكون عندنا ليوني أكثر بتجاري اليوم الظروف يلي عم نعيشها، ظروف الشباب والصبايا، همومهم ومشاكلهم؟ وخلينا بس نأكد على قانون 38 وين صرتوا فيه. هلا نحن التثبيت، تثبيت وكلاء بالضبط كمان نفس الشيء، بحاجة لتشريع دائم. تم تثبيت البعض وتم تثبيت حسب الحاجة، أو حتى بالمسابقة أنه لم يطلبوا حسب الحاجة. نحن قدمنا حاجتنا وشواغرنا لوزارة التنمية الإدارية أنه نحن بدنا كذا جغرافيا، كذا تاريخ، كذا الاختصاصات الموجودة عندنا والمكتفين منا ما فينا نطلبها. يعني نحن ما فينا نجيب فائض بدون عمل. يعني هون بنقصد، حضرتك عم تقصد وكلاء التجارة والفنون اليوم هن غير قادرين أن يتقدموا لهي المسابقة؟ هذا سؤال انطرح. يعني غير قادرين استثنوا لا. كانوا مبعدين عن هاي المسابقة حسب ما وردنا بالتعليقات. مثل ما خبرتك نحن نطلب حاجتنا. هلا نحن نعمم إلى مديريات التربية، انتوا كم واحد بحاجه تاريخ، كم واحد بحاجه جغرافيا، كم واحد بحاجه رياضيات، كم واحد بحاجه فنون، بناء عليه نطلب للمسابقه. فنحن ما بنستثنى حدا ولا نضيف حدا، نطلب حسب نطلب مطلوب. حاجتنا حسب الشواغر الموجوده لدينا. وهيك عم بيكون يمكن كمان في فائض كثير، ممكن كبير. ممكن يكون عندهم هن فرص في وزارات اخرى. هلا ما بدنا نقول كمان وزارة التربية عن جد تشكر، في جهود كتير كبيرة عم تبذل يعني، ولكن مثل ما قلنا اليوم الوضع هو اللي أثر على طبيعة العمل. الصبايا شباب كلهم بدهم يشتغلوا، صار في فائض يعني كتير كبير. والأغلب عم يفضل وزارة التربية. رشاد تفضلت أستاذ وحكيت قديش مهم اليوم إنه نحن ناخد حاجتنا سواء من وزارة التربية وباقي الوزارات تستوعب الفائض يلي عم بيكون من الخريجين الشباب والصبايا. في ناحية تانية من ناحية توطين التعليم، وهي مشكلة يمكن دائما احنا نسمع فيها من زمان، ما جديدة ابدا، من ناحية توطين التعليم كل مدرس بيطالب انه تكون مدرسة قريبة من بيته، ان كان بحكم المواصلات، ان كان بحكم يمكن الفترة يلي ممكن يقضيها على الطرقات. واليوم بتعرف استاذ حضرتك قديش صعبة صارت الظروف، ويمكن الاعباء الاضافية عليه من مواصلات وغيرها هي ممكن تشكل عبء على الاستاذ. فاليوم توطين التعليم وين صرنا فيها؟ بالتأكيد نسعى في أكثر من اتجاه بهذا الموضوع. أولاً تم التعميم على مديريات التربية أثناء التشكيلات مراعاة سكن وإقامة المعلمين. نعم. الأمر الثاني صار تشريع لتعويض مناطق النائية وشبه النائية. المناطق البعيدة أعطيناهم تعويضاً إضافياً على الراتب. الأمر الثالث الذي نسعى إليه حالياً هو إعادة تفعيل معاهد دور المعلمين والمدرسين. دور المدرسين معهد الرياضيات، معهد علوم، معهد في المناطق التي نحن بحاجة إليها. نعم. في الحقيقة نحن هذا أكثر شيء نعاني منه في وزارة التربية هو توطين التعليم. يعني بيكون بدنا شواغر بحلب، نعمل مسابقة لحلب فبيقدموا العدد المطلوب، بناخذهم، نتفاجأ بعد أشهر طلبات النقل وتحديد مركز العمل، وأنه بعيد على بيتي وأنا من غير محافظة وما في استأجر وإلى ما هنالك. يمكن فرح
يعني بسبب هذا الشيء انه عم يتم تقديم من محافظه لاخرى، رغم الفائض عم نشوف نقص شواغر ببعض المناطق اللي هن انتقلوا. تماما تماما، هناك فائض في بعض المديريات الخاصه، مديريات التربيه في اللاذقي وطرطوس والسويداء، وهناك نقص في باقي المحافظات تقريبا بشكل كامل. حضرتك ذكرت طرطوس، بدي هيك سؤال سريع. اليوم في حدا صبيه بعثت لنا انه معهد الاقتصاد المنزلي كمان اليوم مو من ضمن الاختصاصات اللي مطلوبه للمسابقه المركزيه، او مطلوب واحد، يعني هي خبرتنا انه مطلوب اليوم لفرعون شخص واحد وهن عددهم كثير كبير، فهن شو ناطرون بعد هاي المسابقه؟ في شيء لهم عم يتحضر؟ هلا انهم شهاده فنون نسويه؟ لا، جواب نحن كوزاره نطلب حاجتنا بطرطوس وباللاذقيه حكما معنا حاجه. انه الفكره انه اليوم هدول خريجين، يعني انه يعني في اعداد ما يعني ما عم تشتغل، عم تطالب بشغل بعمل. يعني في هي الموضوع ايجاد فرص عمل هو موضوع مناط بالفريق الوزاري ككل. نحن كوزاره التربيه ناخذ حاجتنا الفعليه للتدريس، يعني نحن لا نعمل مؤسسه خيريه، نعمل لبناء. احنا اكيد نحن ما بنقصد انه يكون في مؤسسه خيريه، لكن فنحن نطلب الحاجه الحقيقيه ضمن شواغرنا. نعم. نريد مدرس يكون هناك شاغر في مكان يجب ان يعمل به. لا استطيع ان استخدم 1000 واحد فنون سوي وليس لدي مكان اضعهم فيه او اجد لهم عملا. نعم، خلينا نروح لناحية العمل الإداري اللي مثل ما تفضلت وحكيت في يمكن سباق إذا بدنا نوصفه بشكل صح، أنه أنا بدي أتوجع من عملية داخل الصف تدريسية إلى العمل الإداري، أصول العمل الإداري، شو هي الصفات اللي لازم تكون موجودة إن كان بقدم إن كان بشهادة لحتى نتحول من المدرس داخل الصف إلى العمل الإداري؟ طبعا استطعنا التغلب على هذه الظاهرة، والآن أصبح العكس هو الصحيح. يعني أصبح الناس تطلب إلغاء العمل الإداري والعودة إلى الصف نتيجة طبيعة العمل 40% التي أعطيناها المدرسين داخل الصف. نعم. العمل الإداري هناك طريقين، أولا اللجنة الرباعية في كل محافظة بناء على الطلبات المقدمة وبناء على شروط معينة، أن تكون هناك 5 سنوات قدام الحاجة الحقيقية والفعلية الشاغر، يتم قبول بعض الوظائف الإدارية، أمين مكتبي، أمين مستودع، أمين مخبر إلى آخره. وهناك الحالات الصحية. نعم. عن طريق الصحة المدرسية واللجنة المركزية في وزارة التربية يتم قبول بعض الأمراض المهنية أو المستعصية، يتم تحويلهم صحيا إلى عمل إداري كونهم لم يعودوا قادرين على العطاء داخل الصف، انقراض فقرات، آلام ديسك إلى ما هنالك. نعم. طب بسؤال أخير، اليوم في أسئلة كتير كبيرة عم نحاول هيك نمرق بشكل سريع. طبعاً. اليوم خريجي الترجمة إن كان فرنسي أو إنجليزي عندهم شكوى أنه هنون ما عم يتعاملوا معاملة خريجي أدب الإنجليزي والفرنسي بالنسبة للمسابقات، والرغم من صدور المرسوم رقم أو قرار رقم 7 بعام 2020 إلا أنه عم يقولوا أنه وزارة التربية ما أخذت بهذا القرار وظلت مستبعدتهم أو عم تشوفهم هنن غير قادرين لإعطاء الدروس داخل الصف أسوة بخريجي الأدب الإنجليزي، فشو رأي حضرتك؟ هلا نحن عم ناخذ حاجتنا من الأدب الإنجليزي. هلا الترجمة هي جزء صغير من اللغة الإنجليزية أو من الأدب الإنجليزي، ولها مجالات أخرى غير التدريس. المدرس يجب أن يكون ملم بالأدب بشكل كامل. هل يكون في مسابقات يعني لخريجي الترجمة؟ هنا دائما في استغراب اختصاص يعني. تحميل وزارة التربية أنه إيجاد فرص عمل، هذا الأمر خاطئ. نحن حسب نطلب حاجتنا حسب الشواغر الموجودة لدينا. نعم. أكيد نشكرك كل الشكر أستاذ، وأكيد كثير من الأسئلة رشاوى والاستفسارات للأسف ما قدرنا نطرحها على حضرتك، نتمنى نستضيفك بحلقة قادمة ونستكمل شوية الاستفسارات. إن شاء الله. طبعا مشكورة وزارة التربية على جميع الجهود يلي فعلا حققتها، وخاصة ضمن سنوات الحرب على سوريا اللي ما وقف التعليم فيها ولا لحظة، وبدنا نشكرهم أيضا على تعويض الفاقد التعليمي اللي شفناه، وهذا أمر كثير مهم. ما فينا منهاج بيه طبعا
كثير كثير مشروع رائع جدا. أكيد مشكورين عليه جزيل الشكر، نتمنى التوفيق لكل طلابنا بكافة السنوات الدراسية والمراحل. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا لإخبارية سوريا، شكرا مشاهدينا الكرام. احنا كمان عم نشوف نص الكاسة المليانة، أكيد جهد كثير كبيرة. وشفنا المسابقة يعني اللي طرحت ب 2019 كان مطلوب 15,000 وتم تعيين تقريبا 40، يعني بالضبط. كمان عم العبء على وزاره التربيه، يعني اليوم بدنا نحكي السلبي والايجابي. اكيد السلبي، خلينا نقول الاسئله يعني بالضبط. والايجابي كانت وزاره التربيه هي الانشط في العام الماضي من حيث عدد المراسيم، من حيث المكاسب للمعلم، من حيث العمل الميداني. ما انتم الاساس، يعني انتم اساس هذا الجيل والشباب لبكره. يعني شكرا لحضورك معنا اليوم الاستاذ محمد المحمود، حضرتك مدير الشؤون القانونيه في وزاره التربيه. صباح الخير. شكرا لكم استاذ، صباحكم.